مستمعينا أهلا وسهلا فيكم، معكم الديفا بحلقة جديدة من برنامج المحكمة. اليوم هنطلع بحلقة خاصة. تعودتوا بالحلقات السابقة الديفا بتكون كيد بالمقدمة وتقرأ منها وما بعرف شو. اليوم أنا حاعطيكم مقدمة من القلب، وهيدي برنامج بس ننوه أنه نحن لا نتبنى آراء الضيوف ولا المتابعين ولا المعلقين، لأنه هدفنا نحن فقط أنه نوصل المعلومة والمتلقي حر يتقبلها أو ما يتقبلها. كلنا بلبنان تعبانين. أنا عم بحكيكم اليوم كلبنانية مش أمريكية عايشة برا، يلي عم نشوف دايما تعليقات أنتو شو بهمكم عايشين بالغرب مرتاحين، ما عم بتشوفوا التعتير يلي عم بيصير ببلادنا. أنا خلقت بدولة عربية مش بلبنان بلدي، وإنما بدولة أخرى فتحت مجال لأهلي يهاجوا مثل أهالي كتير وقت الحرب الأهلية والاجتياح الإسرائيلي وإلى آخره. وطلعنا وتربينا بدولة مختلفة، لأن الأهل كانوا عم يدوروا على حياة محترمة مريحة ماديا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا دراسيا لأولادهم للمستقبل، وكمان أمن إنه ما بدهم يتعرضوا للقتل للاختطاف إلى آخره أو الدخول بمعمعة الطائفية. هاجرنا وجينا على أمريكا، وللأسف بعد هذه 20 و30 سنة، أنا بنت 40 سنة، أهلي هاجروا بالسبعينات تركوا لبنان. هال40 سنة ما تغير حال لبنان. آخر 20 سنة، آخر 10 سنين، آخر 8 سنين، آخر 5 سنين، صار في صراع على الكرسي، كرسي الحكم. عم يختلفوا مين بده يكون رئيس الجمهورية. حطينا رئيس الجمهورية، رجعنا دخلنا بمخاض كأنه وحدة حبلها 9 أشهر لنشكل الحكومة. شكلنا هالحكومة الأخيرة اللي مش نزلت هلأ، اللي كانت موجودة بقيادة السيد سعد الحريري. شو صار فيه؟ قدي ضانت هالحكومة وطلعت هالثورة وطلعت بمطالب في ناس ما بتعتبرها ثورة وفي ناس اعتبرتها ثورة. أنا بقول هيدي حق الشعب إنه يطلع يعطي حقه ويطالب بحقه. عفوا، طلعت هالعالم فارت من شهر 10 تقريبا طالبين مثل أي مواطن، طالبين بحق المعيشة الكريمة، طالبين خدمة طبية، معاشات محترمة يقدر يطعموا أولادهم، محاكمة الفاسدين. ولبنان غنية، لبنان كل ما بتجينا مساعدات بملايين الدولارات والمليارات، بدل ما تدخل عالدولة ليكون عنا كهرباء عم بتروح أبصر لوين؟ للجيوب مين؟ آخر شيء عم يختلفوا على البترول يلي لسه ما طلع. فللأسف كل هالمشاكل السياسية بتأثر على مين؟ بالدرجة الأولى على المواطن نفسه، لأنه حيجي يستغل أي سائح حيجي على البلد، ومن ضمنهم أنا نزلت بال2017 كسائحة وتم استغلالي كسائحة ومن ضمنهم التكاسي تم، وطلعت فيها من هونيك وحكيت عن هالموضوع. تم استغلال اللي عايشين برا من ناحية العقارات، وحيشرح لضيفنا انه في ناس عم تبعت مصاري تشتري عقار بعدين ما فيش عقار على الخريطة او في نمرة او في اشارة. تم استغلال السياحة، انضربت هلا بالاحداث الاخيرة، والسياسة صارت تعبانة، الامن صار مهزوز، وبالاخير ه72 ساعة اللي منحها رئيس الحكومة السابقة انه يطلع يتفقوا المسؤولين حتى نقدر نرضي الشعب، استغلوها كثير من الكبار لتهريب اموالهم او تهريب عائلاتهم برات البلد. والضربه مين اللي اكلها؟ الشعب. بعد منا بمدي بطلوا فيهم ياخذوا فلوسهم من البنوك، بطلوا فيهم يقدروا يعيشوا ياخذوا معاشاتهم، السياحه معدومه تقريبا، الاستثمار الله اعلم شو صار فيه، سوق العقار صار اضرب واسوأ من الاول. انا بال 2017 كنت هونيكي، كانت الناس عم بتبيع عقارات باحلى المناطق بارخص الاسعار، لانه كمان السوق العقاري تعبان. فاليوم حنتعرف على وضع لبنان الراهن، ازمه السوق العقاري،
والاستثماري، ومرورا بقضية نانسي عجرم زوجها. العالم بديل ما تركز على موضوع نحل هيدي الأزمة، صار هلا حديثنا بمجالسنا شو صار مع نانسي عجرم وجوزها، وعملتوها سوري لبناني، ودخلت هالإشكال كمان، طلعنا من أزمة سياسية اقتصادية أمنية إلى مشكلة إعلامية ضجة بروباغندا، والتهينا وضاعت الطاسة. ضيف حلقة اليوم المحامي محمد قحطان فاضل، وهو من مؤسسة قحطان فاضل للشؤون العقارية والهندسية والقانونية في لبنان وولاية ميشيغان، وحنتطرق بالتفصيل حول وضع لبنان الراهن، السوق العقاري، هل هو وقت مناسب أيضا للاستثمار، وهل هو استغلال، هل يتم استغلال الشعب أنه يبيعوا عقاراتهم بأرخص الأسعار لأنه بحاجة لمصاري، ولا فعلا هيدا هو السعر الموجود هلا وهيدا بيستاهل هيدا السعر ولا لا. كل هيدا حنتعرف عليه مع ضيف حلقة اليوم، ونشكر عاد حلقة اليوم كل من ميدوست ريسايكلينج، سكان تو، ام ار اي، وشاي كاركي. فاصل اوت. يسعد مساك استاذ محمد، اهلا وسهلا فيك. طبعا احنا سعيدين بوجودك معنا كاول، يعني مش كاول ضيف، وانما كاول طلي ببرنامجنا، طلي اعلامي ببرنامج المحكمه. كان لك طلي سابقه معنا عبر الراديو، بس اليوم الناس عم بتشوفك عبر الكاميرا وتتعرف ايضا بالتفاصيل حول الوضع الحالي في لبنان، حول خاصه انك انت متخصص بالاحوال الشخصيه وايضا العقاريه والقانونيه. فاستاذ محمد، طبعا احنا حلقه اليوم احنا بس نوضح لمستمعينا، الحلقة سوف تقسم إلى شقين. الشق الأول نتعرف على وضع لبنان الراهن والأزمة العقارية والاستثمارات، والجزء الثاني من حلقة اليوم بعد الاستراحة رح نتطرق إلى قضية زوج نانسي عجرم من الناحية القانونية والبروباغندا الإعلامية، ونعطيكم المعلومات الصحيحة حول هذا القضية، كون نحن نعتبر أول إعلام عربي يشرح هذا بالتفصيل مع أهل الاختصاص في المهجر وخاصة في أمريكا وولاية ميشيغان. حدث المحامي، أول شيء بشكرك أنك طلعت معنا اليوم. نيجي نحن نتحدث عن وضع لبنان الراهن. هل وضع لبنان الراهن تعتبره هو أزمة سياسية أم أزمة اقتصادية أم أزمة اجتماعية؟ شو بالضبط نحن ممكن نحن نسمي لبنان الآن، الوضع الآن؟ الوضع الراهن بلبنان منه وضع راهن هلأ، الوضع السابق بلبنان، لأن نحن مننظر من الماضي لهلأ شو يصب لبنان. لبنان تركيبة سياسية كانت ناتجة عند الانتداب الفرنسي وقت ما أخذنا الاستقلال، جمعنا الطوائف وعملنا شيء اسمه لبنان. مشكلة لبنان هو مشكلة متأصلة، يعني من أيام كميل شمعون لو وصلنا لهون. المشكلة الموجودة هي مشكلة اجتماعية، لأن لا يمكن تسمية مشكلة اجتماعية وثقافية، لأن لبنان يعتبر الأول بالتعليم، والأول يمكن ما فينا نحكيها، الأول بالنوابغ والمعلمين والناس المثقفين جدا، لكن بالثقافة الاجتماعية نحن بنفقدها للبنان هالشغلة. من حيث المشكلة الاجتماعية الموجودة بلبنان، لأن ما عندنا انتماء مؤسساتي دولة، ما عندنا، لأن أنا اسمي محمد بلجأ لطائفتي، أنا اسمي علي بلجأ لطائفتي، أنا اسمي عمر بلجأ لطائفتي، كل واحد عنده مرجع. نحن مجموعة ألفنا لبنان. لكن نيجي نحن نعمل لاقتصاد لبنان أو نعمل لسياسة لبنان، ما في. في محاصصة. كان عم تحكي سبقتي بالمقدمة، قلتي إنه رئيس الجمهورية بسألك سؤال ستعفاف بسنة 90، شو كان شو له خاصة رئيس الجمهورية؟ سحبوا كل الصلاحيات حطوهم مع صلاحيات رئيس الحكومة. وبالتالي كان قبل سنة 90 كان رئيس الجمهورية هو الحاكم المطلق الأوحد، ما اسمه الجمهورية اللبنانية. لكن لما سحبنا تلك الصلاحية من رئيس الجمهورية، وبعد ما سحب الصلاحية من وقتها طبعا اتفاق الطائف سحبت هيدي الصلاحيات منه، شو صار سبب؟ على عشان هيك وقت الثورة صارت الناس تقول وين رئيس الجمهورية، شو مش عم يحكي؟ ما في جمهورية، دي سؤال. شو عم يقدر يعمل؟ بس بيمضي مقررات الجلسات، بيمضي المراسيم وبس، بيبدي رأيه بالمراسيم،
بالمشاريع. بس شو هو صاحب القرار النهائي؟ لا هو رئيس الحكومة رقم واحد، ما فيها نحمل الأمور لكل نعم. رئيس نعم. الحكومة، ولكن نعم. لازم نفهم بعد التسعين إنه النظام اختلف من جمهوري، صار نحن عنا منا جمهورية، عنا نحن دولة برلمانية. ما نفهم ما نحن هيدا هو بأسف أحكي إنه ما في ثقافة بالدولة، ما عم نشوف نحن اللبنان، نحن نحكي إيه ما حقق رئيس الجمهورية، يعني في صار بعض الناس تسألي شو مين هو رئيس الجمهورية، يمكن ما بيعرفوا مين. المشكلة إنه سنة التسعين لما انطلقت تلك الصلاحية، صار في الطائف، اتفاقية الطائف، سحبوا كل السلطات والصلاحيات، حطت برأس الحكومة، حتى هيك في خلاف نوعا ما بتشوفي مثلا، بلاش نحكي بالسياسة كتير، إنه التيار الوطني الحر مثلا بيقول بدنا نرجع عهد المسيحية، بدنا نرجع هيدا، بنأسف هالكلام على الإعلام، بس إنه هيدا هو الوضع الراهن الموجود بلبنان موجود حاليا. نعم، سحبت الصلاحية، صار برأس الجمهورية، يعني نحن تحول ليس جمهورية، نحن برلماني، نحن يعني حتى بالتسمية في خلل نوعا ما، منا جمهورية لبنانية، منا تابعة لرئاسة الجمهورية، تابعة للحكومة البرلمان. المشكلة بلبنان حبيبي قلبي، لبنان غني، غني برجاله، بنسوانه، بالمتعلمين الموجودين عنده، بشهايدنا، كلنا معلمين الحمد لله، كلنا. يعني صعب تفوتي على أي بيت بلبنان ما تلاقي حدا معلم أو ما بيعرف يقرأ أو يكتب. المشكلة بلبنان، المشكلة بلبنان هي مشكلة تبعية. مين بتتبع؟ لأن كل حدا بيتبع حدا. هذه هي المشكلة بلبنان. نعم. يعني مش منحل قصة لبنان، بدنا حل جذري، يعني بدنا مثلا الأستاذ نبيه بري لما حال إن إلغاء الطائفية، كان عنده بعد نظر إلغاء الطائفية. بس الصبر كلهم اجتمعوا، الشعب هو إلغى الطائفية. ما عندنا مشكلة طائفي، عندنا طائفية بالمحافظة. هلا نوضح إنه إحنا مش عم نحكي سياسة، بس مثلا نوضح وضع لبنان بس بشكل مختصر. لا يعرفوا الشعب هو إلغى الطائفية. إلغى الطائفية، بس في عندنا مبدأ يقول ست وست مكرر، ست وست مكرر. هيدي هي محاصصة، طائفية المحاصصة وليس طائفية الشعب. أنا شو يعني، أنا ما عندي مشكلة، أنا محمد فاضل خريج جامعة الحكمة يلي هي تابعة للبترك، يعني أنا محمد جنوبي تعلمت بالأشرفية. ما عندنا مشكلة طائفية بلبنان، عندنا مشكلة اجتماعية، ما في نحن ما عندنا دولة مؤسساتية. هيدي هي مشكلة لبنان. والمشكلة الاجتماعية، ما هي اجتماعية إنه كيف نحن بنديرها، نحن إذا نحن بنوظف مثلا أدنى موظف فئة خامسة، بدنا واحد ماروني، واحد ارثوذكسي، واحد ما نحصصهم كلهم من الصغير لراس الهرم. طب بدي اسالك سؤال، اذا نحن بنلغي الطائفية، طب ليش دائما رئيس الجمهوريه مسيحي؟ بس هذا عرف ما انه وارد بالدستور، لكن عرفنا انه لازم يكون. الا يتم تغيير هذا العرف؟ ما فينا نغيره؟ هلا ايام زمان كان النائب الجسر، ايام زمان بالخمسينات او الستينات كان يترشح على رئاس الجمهوريه، بس طبعا ما في عرف موضوع، الان حتى بالدستور اللبناني ما نحن كتبنا مخدوم من جمهورية خامسة. بس هل نحن خاصة بهالبلبلة السياسية الموجودة، هل ممكن الشعب يطالب بتغيير المقاعد، انه مش لازم على طول يكون مثلا رئيس الجمهورية يتبع المذهب الفلاني او رئيس الحكومة او كذا، او مثلا ممكن هل ممكن نطلع من هيدي الخبيصة اللي ما فينا نطلع؟ هيك بدنا نظام قانون جديد، انتخاب. مين جديد بيكتب هالقانون؟ البرلمان. يلا ندعي البرلمان الاجتماعي، من حل اذا حلينا البرلمان ندعي الانتخابات. هيك سؤال حيجي ليش غيره؟ في حدا غيره؟ كل صراحه انا ما هلا حاليا ما بوثق. طب هالحراك قد صار له؟ هالثوره تبقى انا معها من شهر 10 تقريبا. طيب طلع هرم، طلع رئيس لهذه الثوره، طلع برنامج واضح وصريح انه نحن بدنا نغير نعدل القانون، بدنا ننزلوا على الكرسي. طب بعدين نزلنا على الكرسي، وبعدين بدنا طب اعطيني حلول لنمشي فيها. إذا فلين طب لوين؟ أنا بقول إنه لا، طالب الأمان والدولة وخليها موجودة من حلها. طب لما طلب الرئيس عون إنه جيبوا لي الناس من الحراك نجتمع فيهم نتحاور مع بعض، ما في محاور، كلهم يعني كلهم. طب شو كلهم يعني كلهم؟ طب هذه تسكير الطرقات، طب نحن مؤسسة عقارية وهندسية، نحن تأثرنا وتأثر كتير، وكتير ناس ما قبضوا معاشاتهم. ما هي بيأسفني، هي نوع من السياسية، في حرب بلبنان وما فينا نحن نحكيها، هي واضحة للعالم، يعني العالم عارفيتها شو هي الحرب على مين. هي الحرب هلا بطلت حرب مثل أيام زمان عسكر، حرب اقتصادية. لا يركعوا بس نركع نجي نعطيكم الحل، بس هو الحل موجود ما تخافي. لبنان أغنى بلد بالشرق الأوسط رح يصير بالبترول، بس فينا نمد إيدنا على البترول؟ ممنوع. مين اللي قال ممنوع؟
ممنوع تعرفي مين بدي، ما فينا نحكي ممنوع نشوف. طب من اي شيء ما نغيره. طب هلا مثلا هو ضمن الحراك، مثلا واحد يعمل هفه وغلط، لا مش غلطاني انتوا الغلط. يعني ما بيعترف اللبناني، ما بعرف، ما بيعترف بغلطه. بدنا اصلاح، كلنا بدنا اصلاح، كلنا مع الثوره. طيب هلا الثوره تكون محقه. طيب اوكي، هلا بالوضع الموجود في لبنان حاليا، من وقت الحراك اللي بلش بشهر 10 لهلا، هل انت بتعتبر انه لبنان رجع كثير لورا؟ لا، لبنان عم بيشهد ولاده مخيفه جدا، ولاده جميله جدا، بس مش يعني هلأ. انت شايف هالولاده؟ طبعا مش هلا، بس بعد. شو نوع الولاده؟ ولاده لبنان نحو تغير، تغير اقليمي عالمي لبنان. واصلا نحن اللبنانيه ممكن تكون تلاقينا هلا في عندك 14 مليون لبناني منتشر، لبنان بقلبه 4 مليون. نحن اكثر من اللبنانيين الموجودين اصلا، نحن اذا رجعنا كلنا بنسعش بلبنان اصلا. نعم مزبوط، كيف انا انسى. لبنان مخيف، مخيف لبنان من طاقاته الموجوده عنده. بس هي بدنا شوي كيف يقولوا، لك نحن هون كلنا نكون مجتمعين، بس ننزل على لبنان نتخانق، ما بعرف، بس كن هلا مجتمعين. ما عندنا مشكله طائفيه، ما عندنا هالمشاكل اللي بينحكوا فيها، كلنا معلقين، وكلنا شو الناس الضاحيه، شو يعني بيشربوا دم يعني، وهوليك لا بيشربوا جيو يعني. كلهم معلمين، وكلهم دكاتره. نعم. وكلهم مثقفين. نعم. بس ما عرف عندنا عقده في لعبه معينه بيستعملوها لا يخلي لبنان مثل ما هو. لبنان غني، لبنان انا بعلنها، لبنان خام، لبنان الصراع الصيني الروسي الامريكاني كله بقلب لبنان. لا عنا بنا تحتيه ولا عنا شيء لبنان، انتبه، بس مجموعه بنايات. لبنان مو بالكميات هاي من الاستثمار، والصيني بلش يفتح، بده يفتح بنوك اللي له. مخيف لبنان لانه بعده بلد خام. بكره بس يقوى نشاطه لبنان. ما انا عم بقول لك انا كرؤيه للبنان. طب بدي اسالك سؤال، لبنان بحرب الاهليه، حرب اهليه وناس عم تهرب ومصاري، مصاري مثل الشتاء. لبنان ما في حتقول لك لبنان مثل المعجزه بيقولوا له، خارج عن اي قاعده اقتصاديه. ليش خارج عن اي قاعده؟ لان معنا ناس حماسه، معنا انتاج وطني، تعطيني تفاؤل، معنا انتاج وطني. يعني انزل على الانتخابات، نحن دولة احضر حالي انتخابات، نحن دولة استهلاك رقم واحد، معنا صناعة. يمكن انا بقول لك بفتخر بهالصناعة اسمها شركة غندور، عندنا الزيت والزيتون. لا غندور، شركة غندور هيدي هي بنفتخر فيها الصناعة الوطنية، غندور البسكوت، بس هي نحن شاطرين فيها. اوكي، لبنان يعتمد بحيث الاساس، ما حدا يقنعني بمال المغترب. كلنا مغتربين هون وكلنا بنبعث مصاري على لبنان، ولبنان غني بهالشغله. ولبنان ثاني يوم قضوا عليه هي السياحه، وقضوا عليه، شفنا شو عملوا، عملوا كثير قصص انه هيك. بس فيش دولار بالسوق، فيش دولار، اللعبه هينه. ليش ما في دولار؟ هلا حنحكي على الموضوع. لا ليش ما في دولار؟ ليش بدنا نحكي هلا؟ نحكي ليش ما في دولار بلبنان؟ من ثلاث اشهر لما اعلن التحويلات من الخارج قد تقبضوها باللبناني. لبنان اوكي، يعني انت بتبعتي من هون امريكا على لبنان بيقبضون، يعني بتبعتي 200 دولار بيوصلوا له مثلا 300 الف ليره بياخذوهم من المحل او ام تي او هي الصرافي او كذا. لا مش الصرافي، هن التحويل، مركز التحويل. لما يروح يشتروا الدولار شو بيقول لك؟ اغلى 300 الف. لا بيقول لك مثلا وصل مثلا 15 1517، يعني هيك وصل، يعني 17 18 يعني بدي سمسم. يعني صار مثلا 170 الف بيعملوا مثلا 100 دولار، يعني البيع غير الشراء. طيب اوكي، فقد الدولار بالسوق، صارت العالم بدها، لان مثلا انا عامل كونترا مع فلان مثلا بالدولار بدفع له بالدولار. صح مضطر. صح، وفي ناس ربحت. طب ما تم استغلال العالم بهالطريقه كمان. مش استغلال العالم، في سياسه ممنهجه، حرب ممنهجه. العالم ما عم تعاق، منا مشكله حراك ومنا مشكله علي وعمر ومارون. طب لشو هالسياسه؟ وين بدها توصل هالسياسه؟ لتركيا على لبنان، لان منا في هلا شركات النفط. مين بده ياخذ يستولى على النفط؟ مين بده يستلم هالبرامج النفط؟ مين الاكيب العمل او الحكومه اللي بتستلم هالحكومه اللي يجي بعهدها هالشركات الضخمه بتستلم هالحقول؟ اليوم عم بقرا بايام كميل شمعون، واكتشفوا كميل شمعون واكتشفوا بالبقاع بالتربه فيها نفط. نحن انا بوعى نحن وصغار انه كان النفط موجود. نعم بيقولوا بالجغرافيا، بدرس جغرافيا بيقولوا انه في نفط بلبنان. هيدي بدي اسالك سؤال، وصل الدولار ل 2500 ليره لبنانيه،
لما اعلن شركه التحويل انه اللي بي اي تحويله من الخارج الى الداخل بتكون بيستلمها بالدولار، نزل الدولار وصل لل 2100. طب هيدي ما بتحس انه في شيء مش مزبوط، في حدا عم يلعب لعبه؟ واذا حضرت الوزير، نعم وزير مارون قال انه مافيات، انه اي لبنان تابع لاي تابع العرض والطلب. اي عرض وطلب؟ نعم اي عرض وطلب؟ نعم ما في عرض وطلب. شو هو؟ ليش الدولار اليوم مثلا 2500 بكره 2400؟ بناء على شو؟ عم يجينا كثير تعليقات على فكره انه انتم ملاحظين لما دقوا بالمصارف كل السياسيين اتحدوا ضد المتظاهرين. طبعا، لان كل السياسيين بيملكوا المصارف. عفوا، نحن عم نحكي اللغه اللي هن اللي عم يكتبوه بالضبط على الهواء. كل السياسيين بيملكوا من حصص بال. طب انا عندي لك سؤال. نعم. طيب خلينا نحن خلي موضوع المصارف على جنب، نحكي نحن عن موضوع الازمه. هل هناك ازمه حاليا بالسوق العقاري؟ وبعدين نفوت على الاستثمار. ازمه اللي شهد الانتعاش القطاع العقاري بلبنان 2011 12 لغايه 2016. نعم. كميات هائله حتى. نعم. بشكل مخيف حتى بعد الحرب 2005. نعم. 2006 7 كمان شهد انتعاش. حرب 2006 بعدها شهد انتعاش. وعالم اشتروا، في كثير عالم اشتروا على الغالي. اوكي، بس بيجي بقول لك المشكله ايها اللبناني انه لا، ما عندك معيار. كل واحد عنده شفت ارض بدي فيها مليون دولار. طب حلها كيف؟ بناء على شو؟ اعطيني جراف مثلا او تحليل اقتصادي انه هالعقار بيسوى مليون دولار. صار يرمي الارقام، وفعلا قد ما كان وصل على لبنان من اموال افريقيا واموال المشبوهه نوعا ما والشركات، غلوا القطاع العقاري وعليت الاسعار. نعم. تمام. بسالك سؤال، طول عمره العقار مثلا بقلب الضيعه الدنم مثلا 20 و30 الف، هيك ايام زمان كنت انا واسمعه، هلا صار 100 و200 الف. بناء على شو؟ فهو من دون قياده ما بتصير الا بلبنان. مزبوط مزبوط. وين اعطوني برنامج، اعطوني برنامج عمل. نعم. أنا بدي انا برنامج، نحن الصوار، هيئه الصوار مثلا نعلن انه انا بدنا مثلا سقط الحكومه، سقطناها، طب جيب حكومه ثانيه ما بدنا، طب اجى حسان دياب رئيس، حسان دياب سرق 64 الف دولار. طب هل بتحط ملامه على الشعب؟ مش الشعب، انه المسؤولين عمين بدهم اياه؟ بسالك سؤال، ثلاث ارباع الشعب بالشغل والربع قاعد بالشارع. صح ولا؟ صح ولا؟ بالبدايه كان الكل بالشارع. كلنا بالشارع، وحياة الله انه انا كنت موجود، يعني انا كنت انت سافرت. ايه. انا مؤيد، بس بعدين طلعت هيك لا، لقيت في شيء مش مجبور. يعني انت بالبدايه مجبور. كنت مؤيد بالحراك طبعا. بس بعدين حسيت في شيء غلط. مش حراك، ثوره بنسميها، لان انتفاضه، لان خلصنا بقى، بدنا نعيش بوطننا بامان وسلام. طب بعدين حسيت انه في شيء مش مزبوط. في شيء مش مزبوط. طب لما واحد يطلع بيعمل ثوره، طب بيطلعش بيان رقم واحد؟ صح، لازم يطلع بيان رقم واحد، وينه؟ مفقود. انت انت عم تحكي هلا كلغه مواطن مش محامي. انا بحترمه. نعم. جدا طبعا، مواطن. ما بعطي اي صفه، اسمي محمد، ما عندي اي صفه حتى. نعم. انا بدي لك شغله، طب انا ما بدي، انا مع مؤيد للرئيس سعد الحريري، قال بقى انت قلتي بدي يعطي، اعطيني كم ساعه لنحل الموضوع، اعطينا يومين او ثلاث ايام، يومتها راح استقال. وين الحل؟ بس للتوضيح بعد اذنك، في ناس سالوا انه حضرتك محلل ولا كذا، بس لنوضح، نحن اليوم عندنا لقاء مع اللي دخلوا هلا على الهواء، نحن لقائنا اليوم مع المحامي محمد قحطان فاضل، وهم ومختص بالاحوال الشخصيه وايضا العقارات، فمن مؤسسه قحطان فاضل للشؤون العقاريه والهندسيه والقانونيه ايضا في لبنان وولايه ميشيغان. سو كون محامي وداخل عقاري واستثمار واحوال شخصيه، فهو لانه عايش بالجالي هون وعم تيجي عنده كيسز وعارف شو عم بيصير بالتواصل مع الفرع المكتب الاساسي اللي لهم في لبنان. سو هو عمل مشترك بين لبنان والولايات المتحده الامريكيه في الناس اللي عم في تسال. خدمه المهاجرين. نعم. نيجي نحن لموضوعنا، نحن بالنسبه للسوق العقاري. نعم. قد ايه تاثر السوق العقاري بالوضع الحالي نحن هلا فيه بلبنان؟ ما بدي وضع حالي، من سنتين. وين من سنتين؟ وين؟ انا ب 2017 شفت في مشاكل. من ثلاث سنين. اوكي. 2016 وين؟ اوكي. لان ما في معيار. ما في اقتصاد لبنان. لبنان عم لك بيعتمد على عمال الخارج. كل واحد بيرمي سعر، هذا هو لبنان. نعم. لبنان هي لك مشكله اجتماعيه، في عنا عم لك نحن جدا مثقفين، بس من الناحيه الاجتماعيه بعلم الاجتماع المقدم من خلدون ولا شايفينه ولا بنعرف نبني الدوله مع بعض، بس برا تلاقينا هلا بتلاقينا كلنا بنبني مع بعض. ايه بس انا بعرف ناس كان عندهم فيلل وبيوت. نعم. وشقق. نعم. مثلا متكلف
يعني اذا كلفوا نص مليون او دفع نص مليون وصل ل 300,000 في اذا بدك يتواصلوا معي، عندي عروضات مخيفه سوري حبيبه قلبي، يعني تقريبا يعني هل هيدا الوقت للشراء؟ اكثر من 70% ديسكاونت يعني انت عم يعني انت بتذكرني مثل ما صار بامريكا لما لما انضرب السوق العقاري بال 2000 نوع نحن ب 2006 او 8 لما انضرب السوق العقاري نزل انهيار الاقتصادي نعم فالعقارات نزلت على الارض، فانت هلا بدك تقول لي اذا انا كعفاف معي مصاري هلا وقت منيح اني اشتري عقار؟ طبعا هلا عندي عروضات مخيفه وفي ناس عم يشتروا، في ناس من جالية اللبنانية ما فينا هلا أكيد احترم خصوصية العالم، من جالية اللبنانية عم يبيعوا بعض من هون عشان في ناس عمل في ديل بكاليفورنيا صار وهو من ميشيغان اشترينا من كاليفورنيا بس العكار هو موجود بلبنان تم البيعة هون فمعنى اخر انه معاش عم يحولوا هلا وقت الشراء في تحويلة في انا مثلا عم بحكي عن التحويلات هلا كالمستثمر انت كمستثمر لما تستثمري مش انه معك هال100,000 دولار وما معك غيرها، يعني انت هلا بدك تضحي بعامل وقت سنه سنتين لان لبنان مقبل على شيء مقبل. خلينا نحن الاستثمار عم نحكي نحن العقار هلا العقارات عاده نحن لما كنا نبيع عاده في ناس اكثر شيء بيتم حتى المصاري تحت بلبنان بيقول لك انا بديش احط مصاريتي ببنوك هون على اساس خلي مصاريتي بلبنان هلا معاش عم يحطوا حتى مصاريتهم بلبنان بالبنك هلا عم هات لك هلا عاش فيك تفتح حساب بلبنان مثلا اذا انت حساب تشيك بانكر مثلا بتحطيه بالحساب بيقول لك ما فين ليه بخافوا انه تسحب 100 دولار بالاسبوع هون و100 دولار من هالاسبوع من هون هلا عم يتم في عمليه عم يتم نحن عم يتم عمليه بطريقتنا الخاصه ما فينا نذكرها على الهواء هيدي نوع مثل سريه مهنيه نعم غير عم يتم الامور وفي امور عمليه عم يتم هون بين بعض عم يتم الشراء بس هو افضل وقت هلا دائما لما تشتري وين بيكون تشتري بالغلا دائما بتشتري لما يكون في مشاكل طب هيدا مش استغلال المواطن؟ لا ليه؟ ليش استغلال؟ انا كعفاف انت عقارك حقه نص مليون على عيني وراسي عم بياخذوا منك ب 300,000 انا ما عم بستغل وضعك وانك بحاجه مصاري فاذا المستثمر لما تستثمر بسوق الاسهم الاسهم مثلا ما في عندك ربح وخساره؟ في عندك مبدا ربح وخساره لما ربحتي لما عقارك اشتريتيه ب 100,000 صار بنص مليون دولار هلا نزل ل 300,000 تعتبريه خساره؟ اسمحوا لي فيها طب سؤال اذا اسمحوا لي فيها انا يعني نحن في ناس لكن خبرتنا يعني عامل لك الولايات طب ما هيك بتنزل 78 موجودين طب هيدي ما بتاثر على صوره لبنان انه العقارات عندهم للارض والناس عم تشتري معلومه حلوه في شركات ضخمه عم بيشتروا على الساحل وسوق لبنان عمره لبنان ما بيركع اللي هيدي واذكريها وخليني يذكروني لبنان ما بيركع لبنان بيرجع يوقف هلا طب انت هيك تفتح مجال للاجنبي انه يجي يتملك كمان ما في أو ممنوع التملك للاجنبي يعني في عندهم نسب مره ناقشنا الموضوع في عندهم حصص حسب كل محافظه بتختلف من هي بس انه الاجنبي الشركات الاجنبيه في عم بيجوا عم يجوا في عبر مستثمرين لبنانيه كمان وفي ناس السوق الخليجي عم كمان عم بيجي على لبنان لان طيب حلو في هندسه هلا جاي تشكيل نعم. هيك شيء حلو كثير للبنان انا بدعي لكل واحد يشتري بلبنان اوكي عم يقول هون والله في ملاحظه انا جبتني هالتعليق شكلهم السياسيين هن اللي عاملين الازمه عشان يشتروا باقي الاملاك وهن اللي اختاروا الازمه وحتى يستفيدوا منها واللي معه مصايب يشتروا مزبوط يعني مقلب عاملين على الشعب ليبيع العقارات مثلا مقلب. مش مقلب اصلا بدون مقلب فيهم يشترون مين بيقول لهم لا نعرف كثير منيح وانت عارف شو عم بحكي والمشاهدين عارفين شو عم بحكي ليه شو بحاجه لمقلب يشتروا لبنان خليها كل المشاهدين هن عارفينا لبنان مقبل على شيء مخيف ولادي جديدي مخيفه يعني ما كان كل واحد يتملك يتمسك بعقار اذا مش مضطر يبيع طبعا اذا مالك مضطر خليه هلا في ناس بقول لك في ناس عم يبيع لعنده مثلا في كثير ناس مثلا بيبيع لا بيعمل لا فرصه ثانيه فرصه ثالثه حسب هلا وين نوعيه الاستثمار في استثمار ب 100,000 سوري في استثمار ب 120,000 120 مليون دولار و 100 مليون دولار في عندي حتى عندنا بالمكتب عندنا عروضات هائله لما تقول انت استثمار نحن عندنا السوق العقاري وعندك الاستثمار السوق العقاري نحن بنحكي عن الاملاك اذا بشراء وبيع طيب خلينا بس حتى نخلص هذا الشق انت هلا بالنسبه للعقارات عم بتقول انه اللي معه مصاري يشتري. اللي يشتري هلا بالوقت لان هلا 70% عامل لك 70% نازله طب اوكي عالم عيب نقول بحاجه بس انه ما منا استغلال لكن هيدي هي
قاعدة. طيب اوكي سو هلا وقت ان واحد يشتري. نعم. طب اذا اثنين عايشين برا بيخلوا فلوسهم برا، طب اذا المعطر اللبناني عايش بلبنان كيف بده ياخذ فلوسه اذا باع العقار؟ ولبنان مش عم تنصف عم يعطيه 100 دولار و200 بيصير عم بتنحل الامور، ما فيني يعني عم تنحل. عم تنحل بس عم يسافروا لمحل. طيب ليش البلد محل ثاني عم يسافروا على محل ثاني عم بيصير الامور واحده؟ طيب ليش لان بجعب خليني اتاكد في معلومه. نعم. مرقت فتح لبنان دخول الاموال بدون مراقبه وفهم كفايه الشيء، بيعرفوا شو عم بيحكي. اوكي يعني بيجوا على لبنان عادي. طيب سؤال، ليش لبنان لجأت انه تمنع الشعب، يمنعوا الشعب يسحبوا فلوسهم من البنوك ويصرفوا مثل ما بدهم؟ بدك تسالي السياسيين اللي بيقولوا كول. ليش منعت؟ ما منعت يعني عملت، لان اللبناني اللي بيعمل عجقه ابو عجقه لبناني. بس كسرت الثقه بين المواطن والبنك. نعم بس كسرت الثقه. هلا طيب بدي اساله، يا ايها المواطن اللبناني لما نزلت تقبض فايده 18% ليش ما عندك ثقه وواثق من حالك؟ على قولة نانسي عجب غنيتها، شو واثق من حاله؟ لما نزلوا لما قبضوا 18% فوايد على اللبناني وصل 19 ولا 9% و10% على الدولار كان واثق بحاله كثير اللبناني. ما هيدا هو بيقول لك المجتمع اللبناني بيخوتك، ما بعرف مجتمع مثقف يعني ما بيعجبه العجب يعني؟ يعني لا بيقبل. لما طب ليش لجأت البنوك الى منع سحب المصاري؟ سيد ديفا بدي اقول لك اللبناني له سنتين عم بيستفيد 18% فايدة، يعني عم بيحط 100 مليون ليرة بالبنك عم بيقبض 18 مليون صح. ليرة بالسنة. طب هيدا ليش ما فكر فيها؟ ما فكر انه هيدا لغم ارضي نوعا ما، لغم صغير لل والله انا كانوا يقولوا لي حطي فلوس لبنان عندك لرف انترست. انا بلوم، انا بعرف ناس حتى المشاهدين عندك بيعرفوا شيء، انا بلوم هالمصارف السياسية اللي اتبعوها. ليش؟ لان اثروا على الكل. طب نحن عنا موظفين، طب نحن يعني في 3 سنين في جمود. يعني انت هلا بتقول هذا كم طعم؟ بتقولي لي ال 100,000 دولار ليش بدي احطها بالبقى اشتري عقار فيها اقعد 3 سنين او 10 سنين لبيعها؟ لا حطها بالبنك بياخذ 9,000 دولار عليها او 10,000 دولار. صح. ما هذا اثر، ما هو السياسه. هذا كان طعم للمواطن حتى يحط فلوسه طبعاً. ليستثمروا فلوسه ليستعملوه. انا بدي لك شغله، بلبنان ما وصل عنا هالطريقه انه مثل موجوده ببلاد برا، عندك بنوك ادخاريه وعندك بنوك استثماريه. الحمد لله ما عندنا يوم ما بعد مش واصلينا، بس نحن بنوكنا ادخاريه، حطي مصرياتك يلا. نحن ما بيستثمر المصاري وين راحت؟ عندنا بنملك كم هائل من احتياط الذهب موجودين. عيم سركيس الرئيس سركيس اشتروه. عندنا اكبر، عندنا ما يعادل يعني بمراتب عاليه المرتبه الثالثه او الرابعه، ما بدي اقوله ما بعرف لان ماني مأكد بمعلوماتي هالمعلومه بالضبط قد ايه، بس عندنا كم هائل، في عندنا ذهب، عندنا احتياطي ذهب مخيف. بس الكاش وين راح؟ انت هلا سوري انت معك مثلا 100,000 دولار بالبنك، معك اياها ورقه، هي ورقه بس، شو دعم فيها الورقه؟ خلص. طب هل ممكن البنوك بعدين تلحلح وتخلي الشعب يبلش يسحب فلوسه؟ السياسي حاكم مصرف لبنان بكل له كل الاحترام وانسان جدا بيفهم كإنسان، بس هو ملزم نوعا ما لأن في سياسة. هو من هو حاكم اسميا لكن محكوم عمليا. أوكي هو متبع في سياسات ماشي، بده عمال واحد عمال اثنين عمال ثلاثة، غير هيك ما فيك تعمل. شو بدي يعمل؟ ليش حاطين هولد على مصاري الشعب؟ ليش؟ لأن يمكن ما في مصاري. وين راحوا المصاري؟ ما بعرف، ما نشوف القرارات الحكومية هيدا. وبطلب الثوار وينه هلا؟ عم يتعتب في صور، في رفقاتي وزملائي واحبائي تحت، في ناس عم يحكي كم حدا واقف يعني كلام واقف جميل. قالوا طبعا سويسرا قالت انه يلا نحن جاهزين نحسب نفتح السريه المصرفيه نشوف الاموال وين، وين المصاري؟ قالت لك وين المصاري؟ يلي فتحوا الاسكان كان مين ما كان ياخذ الاسكان القروض الاسكانيه، الشقه حقها 100,000 دولار ياخذوا عليها 1,000,000 دولار. لك حتى في شقه وهمية ياخذوا عليها وينه؟ شقة وهمية ياخذوا عليها ديون وينه؟ السياسيين هربوا فلوسهم برا البلد، ما بقى ما هربوا اصلا. بدي اسالك سؤال، هربوا؟ ليش هن بالاساس كانوا بلبنان؟ اسمحوا لي فيها. عندك كثير رجال اعمال طلعوا فلوسهم كثير. رجال اعمال؟ ما في رجل اعمال، لازم يكون تابع اعمال هيك بيقول. ليش اعطى سعد الحي 72 ساعة؟ نعم ليش اعطى سعد الحي بتوقع لتهدئة الوضع؟ لكن اجى ما كان مجال الناس تطلع فلوسها تطلع عليها. رئيس سعد الحريري انا ممكن له الاحترام وكل الحب، انسان حط
اسمه كرش حواليه. طب ليش قدم الاستقاله؟ هو قدم قبل عطى ليزبطوا الوضع ويهدوا الوضع ويهدوا الشارع، بس شكله كان لعبي. جاب لك لبنان ما حدا قراره بايده، لبنان ما حدا قراره. طب انت متوقع اذا لبنان المصرف فتحوا المجال للشعب ياخذوا فلوسهم؟ ما في مصاري، المصاري معلقه مثل ما صار بامريكا، المصاري معلقه بالعقارات بالقروض الاسكان اللي صارت اللي اخذوها. في قروض. طب طه يعني بمعنى اخر معش في يعني بمعنى اخر الناس خسرت فلوسها. نجيب مقاتي وين ال ما كان في استدعاء بحقه. نجيب كان في استدعاء بحقه كان وقتها، ما بعرف شو صار بوقتها، مش قادر هلا. اوكي بس سؤال، انا يعني انت هلا بمعنى اخر عم تقول لي ما في، ما فيش مصاري بالبنوك؟ راح يعني خسر المواطن تعب وشقاء، خسر المغتاب فلوسه بلبنان؟ لا ما حدا خسر مصاريته موجودين. وليه ما عم نعطي؟ ليش مش قادر نصرف؟ مش موجود. طب ليش ما في معاشات؟ ما في. ليش معاشات ما في؟ لان انا مثلا كمؤسسه ما فيني اسحب $1,000 بالاسبوع، ما فيني ان احنا نعطي مثلا نسحب $10,000 لنعطي الموظفين، ما فيك تسحب، بتسحبي $100 بالاسبوع. الناس كيف عايشه؟ كيف عم تاكل؟ كيف عم تدفع ايجارات؟ لكن لبناني قبضاي. شو قبضاي؟ قبضاي. كيف شو عم يعمل؟ لان الدوله بعد عم تعطي، عارف شو عم تعمل؟ عم تعطي الموظفين الدوله معاشاتهم. وحتى المؤسسات الخاصه في منهم عم بيعطوا. بس اللبناني ما عندنا مشكلة. عم بقول لك لبنان محارب، لبناني بيعيش يمكن على البرغل وفول شهر، ما عندنا مشكلة. اوكي سو لكن نحن كعقار، نيجي موضوع العقار، انه نحن كوقت مناسب للشراء للمستثمرين يلي بده يستثمر. كيف شو هلا نفوت على موضوع الاستثمار؟ موضوع الاستثمار اني انا افتح بزنس قصدك واقعد سنتين ثلاثه؟ لا بزنس لا. لكن شو قصدك الاستثمار؟ هو يعني الاستثمار مرتبط بالعقار قصدك؟ دائما طبعا. أوكي. نحن العقار اشتري وخليه قاعد قصدك؟ خلي جمد المصاري. هلا مصرف جمد فلوسك بالعقار. عمل مثل ضربه انه للعالم يفرجيهم، قال لهم انه بنعطيكم مصاري، بنعطيكم الاسكان، فيكم تسحبوا مصاري الاسكان، يعني تشيك عبر تشيكات. يعني المصاري بقيت بمصرف لبنان، انا اعطيك تشيك وانت تشيك فتحت فيه حساب، يعني بعد المصاري مثل ما هي. نعم. بعد المصدر المصاري موجود. نحن طب اوكي كيف انت بتقول نحن مقبلين على على ولادة لا في دولار؟ طب بس يخلق لا في لا في لا في مواطن ياخذ بنوك فلوسه. انت ستو بتعرفي لما قبل ما يخلق الولد شو بيصير؟ في اوجاع، في مخاض قوي. نعم. ليصير هالولاده، هيدا هو اللي عم يصير. الان الفخاريه لما انت دغري تلاقي فخاره حلوه، بدها عصر، بدها عجين، بدها فرن قوي، بده يتكسب. سو انت لكن ما بتنصح تفتحوا محلات وبزنس؟ لا محلات بس انك تنصح تشتري العقارات وتخليه مجمد. جمد فلوسك بالعقارات. دائما العقار بلبنان هيك عقار عم يقل بلبنان. طب بلكي دخلنا بحرب مع اسرائيل وهبطت لي هالبنايه، شو استفدت انا بواحد فلوسي؟ ما تخافي بيساعدونا اشقائنا، بيساعدونا. حتى هيك عم تقولي لي وين بجيب المصاري؟ نعم. نرجع بنذكر بعد وست ديفا بليز رجع تذكريني لما تولد حكومة راضين عنا الكل. اوكي بدي شدد راضين عنا الكل تحت شحطتين. سويسرا قدمت اسماء السياسيين اللي هربوا فلوسهم على البنك السويسري قبل ما تبلش الثورة. لا هيدي كانت مش مزبوطة، اللائحة مش مزبوطة. اللائحة مش مزبوطة؟ لا اللائحة مش مزبوطة، ما في حدا يقدم هيك. لو بتعرف لو مزبوطة كان دغري هلا رفعوا عليهم دعاوى. بس في اخبار انقالت انه وقت ما البنوكي منعت تعطي مصاري، لحظة نعم. لما في اخبار طلعت متداولة انه وقت ما لبنان البنوكي منعت الشعب يحصل فلوسه او يسحب فلوسه، كان بنفس الوقت عم يتم تهريب اموال برات لبنان للبنوك الاجنبية. طب اليوم طلب الرئيس من حاكم مصر في لبنان بخصوص هيدي التحويلات اللي صارت، استفسار اذا مزبوط هالشيء. نعم. قدموا اخبار فيها. اها حيشوفوها، هي عم يتم التحقيق منها. طيب مستمعينا رح نطلع فاصل قصير وبنرجع. طبعا نذكركم نحن معنا بحلقه اليوم المحامي محمد قحطان فاضل من مؤسسه قحطان فاضل للشؤون العقاريه والهندسيه والقانونيه في لبنان ولايه ميشيغان، ويمكنكم التواصل مباشره مع المحامي على رقم الهاتف 313-888-5588 313-888-5588، والاستشاره مجانيه. وطبعا نشكر على حلقه اليوم كل من ميدويست ريسايكلينجز كان
انتو امراي وشركاكي، واحلى تحيه لاسواق السعيده. حنطلع نحن فاصل اعلاني قصير ونستكمل الجزء الثاني من حلقه اليوم والبروباغندا والضجه الاعلاميه وحقيقه ما يحدث وراء الكواليس او يمكن بالمحاكم حول قضيه مقتل الشاب السوري في منزل نانسي عجرم. فاصل نعود. This is what your vertebrae looks like. This is what your disc looks like. This is what your muscle looks like. Doctors might tell you that you are injured. Insurance will tell you that you are not injured. But that is your body. Find the truth yourself. Make their future your yesterday. Get a true scan today. Recycling is a very important part. A lot of people don't know if you don't donate or recycle, they end up in a landfill. Everything behind us is recycled clothing. If we have not picked it up, it could have been up in the landfill. A landfill, that's mean environment. Call to action, recycle. مستمعينا، نرجع الى الجزء الثاني والاخير من حلقه اليوم من برنامج المحكمه. بليز اعملوا شير للحلقه وايضا لايك لصفحه واتساب شو الاخبار، وتابعوا دائما كل شيء جديد عبر صفحه واتساب وايضا صفحه الديفا عفاف اتش احمد لكل المواضيع المهمه اللي بتتعلق بالجاليات العربيه والشرق الاوسطيه في امريكا وكندا. وطبعا تطرقنا في الجزء الاول من حلقه اليوم حول الوضع الراهن في لبنان وازمه السوق العقاري والاستثماري، وهلا حاليا في الجزء الأخير من حلقة اليوم إذا عندكم أي سؤال حطونا، نحن متابع، أنا متابع التعليقات، وعملوا الشير كمان للحلقة. حنتطرق إلى موضوع قضية مقتل الشاب السوري في منزل الدكتور هاشم وزوج الفنانة نانسي عجرم. نذكر مستمعينا أنه البرنامج والسياسة الصفحة نحن عليه محايد، خاصة بهيدي القضية كمان بالذات مخدين خط محايد، لا نحن مع القتيل ولا نحن مع الدكتور هاشم وزوجته. فنحن عم نتابع الأحداث، وطبعا المحامي محمد قحطان فاضل رح يتطرق للجزئية القانونية، خاصة أنه صار في كتير بلبلة وضجة، وعم نشوف حتى تقارير وإخبار ومواضيع ودخل حتى في مواد قانونية، فصار مثل ما بيقولوا خبيصة. وخاصة أنه أكتر شيء بيقولوا فتحول مثلا الحرامي إلى ضحية، وتحول المدافع عن بيته إلى قاتل. هيدا مش نحن وإنما الإعلام أو السوشيال ميديا هيك صار في خربطة كتير بهذا الموضوع. المحامي محمد قحطان فاضل رح يتطرق من الناحية القانونية حول هيدي القضية، وقديش بتاخد وقت ليتم الحكم فيها، وإذا تم الحكم لصالح عائلة نانسي عجرم شو بيصير بعائلة القتيل، وإذا تم الحكم لصالح عائلة القتيل شو بيصير مع الطرف الآخر، ودخول تقريبا 28 محامي تطوع عن الدفاع عن القضية، هل هي فعلا من قلبهم عم يساعدوا ولا أنه بدهم يتقاسموا الكعكة لأنه الطرف الآخر مليونيري، مع أنه في كتير قضايا وتشحير ومشاكل لكتير الناس بحاجة محامين ما عندهم مسوم لإلهم يدفعوا، ولا هني هدفهم الشهرة. فهيدا كله نحن حنتعرف، وهل فعلا 17 طلقة في جسد القتيل هل تعتبر بنظر القانون انه هيدا دفاع عن النفس؟ فكل هيدا حيشرح لنا اياها المحامي من الناحية القانونية، مش من عنده عم يحلل هيك كشخص مواطن، وانما حيتطرق لانه هني كمان بيتطرق الاحوال الشخصية، فحيحكينا من الناحية القانونية كيف يتم النظر بهيدي القضية. تفضل استاذ محمد، عرفت كل اسئلتي. يلا اولا قبل ما نفوت بالشق القانوني لازم نعلق هيك تعليق بسيط على هالموضوع، انه تفاجأت نوعا ما، انا مني متابع الموضوع 100%، بس تفاجأت لما شفت القتيل السوري هيك، انا عملوها سوري لبناني كمان، انه اذا السوري شو مش خيم، مش خيب الانسانية، مش انسان، في حياه نظره دونيه للسوريين في لبنان. لا عيب هالكلام، لا انا عم بقول لك هذا اللي صار، عم ينظروا لانه انس الديفا نحن مصهرين بعض،
نحن بدون حتى عائلتنا نحن مسهرين بعض. صح. شو هالحكي هيدا ان كان لبناني اي وجه استعلاء؟ شو هالاستعلاء اللي عنا او اللي عندهم؟ سوري انت في كمان في فيديوهات شفتها اغاني عم بيصيبوا بشرف نانسي عجرم. ليه؟ شو صار؟ تم تبديل بعض اغانيها لمصر. طب ليه؟ ليه 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 عم يستغلوا خاصه الاعلام كمان الاعلاميه مواقع التواصل خاصه فتحت المجال للناس كم هائل يعني. واذا تبين انه عنا اكثر من 100 مليون محامي وراي طلع عنا فجاه. طب ليه؟ سنا كنا محللين كلها محلل وبناء على شو؟ اصلا مبدا مهم انه في سريه التحقيق. وين السريه؟ فكل عم يطلع يطلع ما في الطب الشرعي مع تفاصيل كمان ما في. طب طلع هو هلا الطب الشرعي قريت شيء منه كان رقيق نوعا ما بس انه سؤالي هل هو مزبوط الصادر عنه او لا؟ صار في عندك شك انه هل هو صحيح او لا؟ مش لازم يطلع للاعلام كمان. بيؤسف الواحد انه نصير يعني انت عم بتقول المواد المتداوله المفروض ما تتداول ما خاص. تتداول ما تدي حتى الفيديوهات. طب هذه الفيديوهات اللي تكون في سريه تحقيق هل تحقيق قلب منزله في حرمه بيت او نحن بس مسلمين؟ طب كيف طلعت على الاعلام؟ ليش المحكمه بتدخل قالت ممنوع تداول معلومات او التحدث فيه عبر وسائل الاعلام مثلا؟ ما في بيطلعوا مين بيطبق القانون؟ مين بيطبق لنا؟ لما نحن نقول 17 طلقة هل هو بشكل عام لما بينزلوا للجسم هل بيعدوا طلقة 2 3 ولا مثلا اذا دخلت من ناحية القلب طلعت من الظهر هل تعتبر ساعتها هون طلقتين؟ لاني انا اخذت كورس سلاح وبعرف نحن درسنا هيك شيء. فانا بس للتوضيح نحن انا هون نعرف نحن في سؤال هل هو دفاع هل يعتبر انه الدكتور مثلا غشيم بيعرفش يحمل سلاح وكان ملبك وقاعد يقوس وضابه 17 رصاصة ولا هذا هو انتقام وحقد مثلا في قصة نحن مش عارفين عنها؟ يعني هل هو فعلا 17 طلقة؟ ما هيدا سؤالي انه كيف تقرير الطبيب كيف بنحاسب كيف بنعد الرصاصات بجسم الانسان؟ تقرير الطبيب وينه؟ ما هيدا هو ما في حقائق ما في حقائق لنستلم جدل اي جرم او اي جريمه قتل حصلت بيجي بيعدوا الدخول والخروج. يعني يمكن حسب الوسائل التواصل انه عم يحكوا انه 18 طلقه يمكن بدك تشيل النص لان يمكن خرقت مثلا بيقولوا بالتقرير مثلا خرجت الساعد الايمن وظهرت من جهه بيحددوا بالضبط انه وين دخلت وين خرجت لان بيبين عبر الخدش. سو مش معناته انه اخذ 17 طلقه ممكن يكون اقل حسب دخول وخروج بس انا حسب معرفه ولازم واحد يعرف. طب واحد بينظر بالجريمه مش بينظر انه لا هذا معه حق هذا هو القاتل لا بننظر بالموضوع ككل نوع السلاح انه سلاح جلوك معروف انه اوتو سيمي اوتو اوتو انه مجرد الكبس عليه طلع بيفرغ كل المخزون دغري فيكش سايتر لا اوتو خلص سيمي اوكي بدك تقوسي طلقه هلا هون. طب المصادر اللي عم يجوها بالاعلام من وين؟ طب هيك فلتين الامور يعني حتى عم لك يعني انا زعلت نوعا ما لما حكيتك هيك كنت زعلان طلعتك انه ليه هالشوشره كلها ليه خلوا ندعي المسار التحقيقي لينتهي ومنشوف شو صار بالتحقيق وشوف الحكم هذا. طيب هل لما بينزلوا للقضاء عادة إذا كان عملية دفاع لو قلنا عملية دفاع عن النفس هل عملية دفاع عن النفس دي أول واحد 17 طلقة أو سبع طلقات وصار دبل 17 لأنه طلع من هون ودخل من هون مثلا؟ مزبوط لازم يكون في تناسب بين الحجم مثلا الفعل والتصدي للمهاجم لازم يكون في نوع ما من التناسب لكن يفترض بالدفاع بجدية يعني صار في انه تهديد جدي للحياة هون بيستعمل اي وسيلة ممكن يدفع امتى القاضي بيحكم؟ الغريزة الحياة والروح غالية وعزيزة على كل شخص وانا بالدفاع المشروع بدلك اياها بالنص المادة 184 من قانون العقوبات أو للقانون اللبناني عن دفاع عن نفس عطاء ممارسة حق. الدفاع المشروع هو 17 طلقة. ممارسة حق 17 طلقة وين تقرير طبي؟ ما فينا نحكي كأي محامي أو كأي قانون أو أي قانوني أو أي حدا لازم نشوف التقارير المضبوطة. طب طلع تبين بسألك سؤال طب لأين هو أول 18 طلقة؟ بسألك سؤال فعل المغدور شو كان؟ أنت عندك هون لما واحد يفوت على جناية الباك يارد لإلك من ورا شو بتعمل؟ بس حسب الفيديوهات اللي شفناها انه انا ما بقوس لحظه انا لما مثلا واحد دخل على بيتي اوكي لما انا بدي اوسه على طول بتلاقي سابك الدم
الصورة المتداولة كأنه ممسوحة على الأرض، كأنه حدا مسح هيك دم إنه والله في دم. ما فينا نحكي يعني هل تم نقل الجثة مثلا؟ لا 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 لا، بدي لك شغلة قبل ما نحكي بهالموضوع. شو صار؟ قال عم يطالب بحقه، واحد يطالب بحقه يتسلق الجدران وبيفوت بيفوت بيفوت بالليل ونص الليل يطالب بحقه من الزلمه. بس في ناس قال هي يمكن تمثيلي بيكون اوريدي قتلوه جوا. انا بقول لك شو المتداول، انه انقتل اوريدي وهيدي حدا لبسوه وتمثيليه. طب ما قال كان لابس اسود وابيض، كيف قبل كما ابيض؟ بدي اقول لك، طب بدي اسالك سؤال، حاطه كاميرا نايت فيجن انت بقلب البيت والبيت معتم كله، شو بدك اياه؟ بدك واضحه انعكاسات الضوئية طبعا بده يختلف. ورجع بقول لك انا بوثق بالقضاء اللبناني وبالقاضي التحقيق. طب كيف يتم النظر بالقضية؟ هلا انا مثلا دخل علي هلا مثلا اوكي فرضا بغض النظر ان كانت عملية سرقة او غير سرقة، انا تم اعتقال هيدا الزوج اخذوه على التحقيق، هل يتم اطلاق سراحه ولا في شروط لاطلاق السراح حسب الجريمة ولا كيف؟ اولا نحن هلا عم نحكي باصول محاكمات جزائية. نعم. كيف بتصير؟ نعم. عند وقوع اي جنايه او جرم قتل، اول شيء بيتحرك بالمرحله الاولى، انت سمعتوا مثلا القاضي غادة عم كنن لك الاحترام، سمعت انه قاضي قوي جدا جدا و ما بتفرق مع حدا. نعم. اول مرحله بيتحرك الدرك او التحري بناء على اشاره القضاء عبر النيابه العامه. نعم. بتتحرك، بيروحوا اول شيء بيكمشوا الفاعل، مثلا شو في جريمه قتل، مين القواص فلان الثاني اخذناه، بيتم التحقيق معه 4 ايام ويمكن تجديدها 4 ايام مجددا، يعني 8 ايام معلل، يعني في سبب معلل انه ليش نحن بقينا 8 ايام موقوف. اوكي، تفتح التحقيق نائب العام، هيدي بالمرحله الاولى. ما عندها صلاحيه مطلقه نائب العام، كلهم عم يهجموها. طب انتو مختصين بمحاكم الاصول المحكمات؟ مختصين؟ ما هذا هو السؤال. خلي دعاء ذو الاختصاص ينظروا فيها، بس انا الحمد لله اختصاصي عكاري يعني. لكن اول مرحله نائب العام. اللي بيصير هو بعد التوقيف بيسطر محضر ورقه طلب. هذه ورقه الطلب بيدون فيها مثلا الدكتور فادي الهاشم مثلا قواص، وتدعي عليه بالقانون المادي كذا كذا. هذه المرحلة الأولية. المرحلة الثانية هو قاضي التحقيق. قاضي التحقيق هو يستلم هذا المحضر الضبط وورقة الطلب وبيحقق بالموضوع. هون ما فينا نقول زوجنا انزعج، مجرم أو المتهم، أنه ظنين، سميه ظنين ليس متهم، ما صار متهم. هيدا بعد نحن نظن في 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 ظن بالموضوع. قاضي التحقيق بيحقق بالموضوع، بيسطر محضر توقيف وجاهي او غيابي او كان او كان، بيصدر القرار اما منع المحاكمه او بيطلع قرار ظني فيه. اوكي، اذا كان خلاف للطلب النيابه العامه او النائب العام، يعني مثلا النائب العام ادعى عليه بجرم معين، قام قاضي التحقيق اعلن براءته، يعني في خلاف بين النائب العام وقاضي التحقيق، النائب العام دائما هو بياخذ بحق الدعوه العام، يعني حق العام دائما بيكون ضد، يعني ضد القاضي، ضد الدكتور هاشم. طب امتى بيتم البت بالقضيه؟ عمل القرار الصادر هو يا اما منع محاكمه او الظن فيه. هون مثلا طلع انه منع محاكمه، يمكن استئناف تلك القرار امام الهيئه التهميه، الطرف الاخر. ايه اوكي، او النيابه العامه هي ذاتها بتحول للهيئه التهميه. انه انا الهيئه التهميه شو هي؟ هي لها دورين، تنظر بالاستئناف المقدم من النيابه العامه او النائب العام على قرار على القرار الصادر من قاضي التحقيق، وهي كمان مرجع، هو حيصير في تحقيق مره ثانيه، لانه ترجع القضيه لعنده مره ثانيه ويحقق فيها مره جديده. اوكي، هيدي هي الهيئه الاتهاميه. لكن نحن اذا بقول لك دائما اذا منع، اذا ثبت منع مثلا، اذا ثبتها دائما، اذا ثبتها مثلا اي قرار طلع 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 من قضاء التحقيق مثلا قرار او شيء، مثلا اذا كان جنايات تتحول للاتهاميه بعدين تتحول لمحكمه جنايات، اذا كان هي جنايه، اذا كان جنحه بتحولوا على قاضي المنفرد الجزئي.
هلا حاليا شو صار القضية؟ بعدنا فوق، بعدنا يعني سلمت المرحلة الأولى، هي النائب العام النيابة العامة الاستئنافية بعبدة حولت على قاضي التحقيق، قاضي التحقيق بدي بد فيها بدي حقي بالموضوع. قال عملوا مشكلة إنه توسع بالتحقيق، شو في خير إن شاء الله توسع بالتحقيق، طبعا كل واحد بيتوسع بالتحقيق. طبعا بنتوسع بالتحقيق، لأن يمكن في أمور غامضة نوعا ما إنه أنا ما بعرفها، يمكن في شبهة نوعا ما إنه شو موضوع هالشغلة. بدنا نحقق فيها أكثر، شوف لي مثلا 18 طلقة كيف انطلق؟ يعني وكأن العالم نسيوا في أدلة جنائية ومباحث جنائية ونسيوا كل هالشيء، خلص صار هن محققين وخلص حق عليه هو اللي وهي بالعدم. أصلا الطلقات دخولها على جسم وخروجها بتبين بالطب الشرعي إنه كم مسدس كان إذا مثلا إذا كان أكثر من شخص حسب معرفة وهو كان إذا كان في أكثر إنه عم يقولوا لا إنه في شخصين شاركوا بقتله انه دخل حارس طب بعد المرحله الاولى طب وين اعطوني سجلات طب خليني اجي للشق الثاني فهيدا حضرتك شرحت لي في حال صادق قاضي التحقيق مع النائب العام بيسموه مش صادق هالكلام هيدا الصادق اللي بيحكيه نحن بالعامية هو انه نظر يعني ان القرار القاضي التحقيق نظر من قبل النيابه العامه نظر يعني بمعنى صادق او وافقت على النيابه العامه تسقط المسؤولية الجزائية على أن تبقى المسؤولية المدنية واقعة يعني مسؤولية يعني صار حكم جزائي مبرم نهائي يعني ما عادش يتهم إنه هو طبعا بريء منه متهم قصدك الدكتور كجزائي أوكي. لأن لما يصير في نظر بين القرار قاضي التحقيق والنائب العام النيابة العامة أوكي بصير حكم جزائي مبرم نوعا ما هون يعود للورثة المغدور طب ما قالوا انه منوش متهم كان دفاع عن النفس ليش بده لا المغدور ايه ورثته ايه؟ في حال هلا عم بقول لك هلا اذا في حال طب الدفاع المشروع ينعاد عليك ما في شيء لحظه عفوا لا لحظه انت هلا عم بحكيك بشكل عام سالتك لا لحظه بس حتى لانه مصطلحات قانونية عم تحكي حضرتك قصدك في حال اذا ثبتت تهمه القتل قصدك انت لا اذا صدق هذا مثلا قال انه هذا مثلا بريء انه صار في هيك بس فعله انه بريء عن دكتور هاشم لا ما عم بحكي عن دكتور بشكل عام مين؟ اوكي بشكل عام انت بدي تشرح لي اذا صادق مع النيابه العامه بتسقط المسؤوليه الجزائيه ولكن يبقى المسؤوليه الشخصيه بقائمه يعني التعويضيه طب نجي على الموضوع اوكي نجي موضوع الدكتور موضوع شائك نو هلا خلينا موضوع الدكتور هاشم هلا في خلينا بس نوضح النقطه هلا حاليا عندك تقريبا شيء اكثر من 25 محامي رايحين على تطوعا ليدافعوا عن القتيل سؤال سؤال كيف طب اذا العيلي عندهم اوريدي محامي واحد هلا هيدول ال20 ولا 25 ولا 30 شو حتضيف للقضيه وكيف حيقبضوا هذا السؤال هلا بالاتعاب المحامي بنرجع كيف الاتفاقيه الحاصله بين من اهل مش عيب يعني هيدا بالنهاية في حق انا نحن جاي بقول لك نحن منا متحيزين لحدا في ويجب عليه التعويض من عوض او كان مثلا دفاع مشروع او اذا كان مسؤول ما في دفاع مشروع حسب ما نشوف هلا القاضي التحقيق نعم كله بيتحاكم ما هي من اي ما بيحق ايه بس هول المحامين شو حتضيف للقضيه معنوي من اي ناحيه والله انه في كثير يعني جاي. يعني شو بدي اقول لك يعني هي انه في نوعا ما بياخذوها هلا بتقيمي علي الدنيا انه لا لا انا بدي افهم يعني انا مثلا انه هي دعم معنا انا قتلت شخص واعلامي معروف مثلا ودفاع عن النفس ارتكبت جريمه بس هي دفاع عن النفس يعني اجى طابون محاميين ضدي هل حي لا معي ايه هو كلهم حيروحوا على المحكمه على الموافقه على هول 20 محامي ليحكي للقاضي هي السؤال هل يطلع شخص واحد محامي يمثل جميع المحامين ولا كلهم بيطلعوا بيحكوا بالمحكمه هذا السؤال فين حسب هن شو الاتفاق بين بعض شو صاير هل هن توكلوا فعلا او ما توكلوا هل هو مواد اعلاميه فقط انه عم بيعلن فلازم ياخذوا الوكاله من اهل القتيل طبعا كيف نبرز نحن قدام القاضي وما معي وكاله عنك باي صفه
تنتفي الصفر. طب هل بيقبضوا ولا بس ديكور انه نحن هلا بنشوف كيف الديزاين بيكون، كيف عاده بتكون الشغل يعني بس تبرعا ولازم ولا بيقبضوا؟ طبعا فجينا كان يقبضوا، يعني كان يجينا تقسموا الكعكه يعني مثلا تاكين كل قضايا العالم والناس المشقره وجايين. يمكن كيف شوي وقت فاضي. لا ما عندك جنسيات تانية دخلت على الخط مثلا هلا اذا هن عم يلاقوا شايفين لك كل محامي عنده نظره معينه وعنده تحليل قانوني نوعا معين، كل واحد شوف يمكن في عندهم اشياء جديده معطيات جديده نحن ما بنعرفها، ما مطلعين بالملف التحقيق ولا مطلعين باي شيء. هون نحن بنرجع لكل المحامين هن بينظروا. اوكي في تعليق، القاضيه غادة عيد رفعت دعوى على زوج نانسي. غادة عون، غادة عون لكن نصلح امل عون، رفعت دعوى على زوج نانسي. شو في هيك شيء؟ لا ما هو ادعت، لازم لما ترفق المحضر ترفقه بورق الطلب لقاضي التحقيق، لازم تدعي عليه باي جرم. يعني انا حولت الملف على قاضي التحقيق على اي مواد جرميه؟ ليش حولتك على قاضي التحقيق؟ لحقق بشو؟ باي جريمه؟ باي مواد قانونيه؟ مثلا لازم يذكروا مثلا اذا كان حاضر او غيابي او وجاهي، بيذكروا الاسم والتفاصيل او مجهولين الهويه او هيدا مثلا بوجه الدكتور مرفقه بالمواد القانونيه. طيب ترفع رجع بقول لك القاضي التحقيق هو له. طب سؤال، نعم. اذا هلا حتى نختم الحلقه، إذا تم صاد في المحكمة وحكموا على الزوج نانسي إنه هو هيدا مش كتير دفاع عن النفس، اعتبوه جريمة مثلا، أخذ حكم ضده، شو بيصير مع القتل؟ بيطلبوا تعويض؟ طبعا حسب، وبيحط مبلغ بدمية ولا المحكمة كيف تنظر للتعويض؟ دائما تنظر بالمعيار الشخصي، دائما للقاضي سلطة استنسابية نوعا ما، تنظر بال يعني مثلا هل الشاب منتج او غير منتج، عائله عنده، صاغ سليم، شو نوع وظيفته، كيف المعيشه عنده، عنده معيار شخصي بينظر بالموضوع ككل بيحكم له. هلا في يطلبوا مثلا 100 مليون دولار هن بيطلب، لكن القاضي له سلطه استنسابيه ما بما يراه مناسب بهالموضوع. طيب واذا تم اذا طلع بدفاع المشروع، اذا دفاع مشروع بدفاع المشروع سادتي، هي دفاع هي تمره ضمن اسمه اسباب التبرير. اسباب التبرير يعني هو الفعل مبرر بالقانون، القانون عطاك احقيه حق باستعمال شيء معين للدفاع عن حياتك عن روحك او عن املاكك او هل بيطالبوا الاهل القتيل بتعويض ساعتها؟ بحق لهم تعويض؟ لا لا، ان تنتفي المسؤوليه الجزائيه والمدنيه. هل يتم استئناف الحكم؟ طبعا امام الهيئه الاتهاميه، طبعا كله بيستأنف. يعني بعدنا نحن اذا مفكرين بتخلص المشكله خلال اشهر، لا بعد هلا مشوار طويل، تاخذ وقت طويل. نعم. كلمه اخيره للمستمعين. ان شاء الله، يعني ان شاء الله نشوفكم كلكم بلبنان ان شاء الله، ولبنان انه ما في خوف بالازمه بلبنان. نعم. لبنان مقدم على شيء جميل جدا، و لبنان هو اصلا معتمد على الـ على الـ على المغترب. كلنا مغتربين، نحن بنشوف حالنا وين نكون. بقول لك انا لبناني، بس بنوصل على لبنان ما بعرف بصير عنا نوع من الخجل ان احنا لبناني، بس بنفتخر ان لبنانيه، وبتمنى انه ما نتخلى عن بلدنا، وبتمنى انه ننزل كلنا على لبنان وما بنشوف الا لبنان احلى واحسن واحوالنا جيده، وفيش احلى من الديار، العوده للديار. مستمعينا بنتمنى حلقه اليوم نالت اعجابكم، وطبعا مستمرين نحن في تقديم برنامج المحكمه، وعندنا حلقه جديده الخميس القادم، وحنتطرق الى موضوع التربية وخاصة الخلاف الاختلافات اللي عم بتصير والمشاكل واسلوب التربية في الداخل، وممكن تؤدي الى مشاكل بين الاهل والابناء، وعم بتوصل انه الابناء عم تتعامل او يدخلوا بالخط غرباء، وممكن توصل لعملية اختطاف او الاتجار بالبشر، وكل تفاصيل حنتحدث فيها الاسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج المحكمة مع ضيوف اخرين بنفس توقيت الساعة 6 المساء. ودايما اعملوا شير للحلقات وايضا لايك للصفحة، واذا عندكم اي سؤال او استفسار فيكم تتواصلوا على صفحتي انا عفاف اتش احمد، او صفحة واتساب شو الاخبار لاي سؤال او استفسار، او حتى اذا عندكم افكار ممكن احنا نطرحها. يمكنكم التواصل طبعا مع المحامي محمد قحطان فاضل على رقم الهاتف 313-888-5588 لاي سؤال قانوني، والاستشارات طبعا مجانية. ونشكر عاد حلقة اليوم كل من مدوست سايكلينج سكين تو امراي وشايكراكي، واحلى تحية للسيد سمير والسيد عدنان من اسواق السعيدة، ومقدمين لك شاي عدني حتى تهدئ اعصابك شوي.
فبنتمنى انه هي منهم هديه. وطبعا مستمعينا بنتمنى حلقه اليوم لتعجبكم، وبالاخير الحقيقه رح تظهر يوم من الايام، وشي طبيعي كل انسان له الحق في الدفاع عن نفسه، بس القرار النهائي يعود للقانون، هو اللي بيحدد اذا كان قرار دفاع عن النفس ام لا. ونتمنى انه لبنان يكون مقبل على ولاده جديده، لاني انا كلبنانيه بتمنى انه اخذوا ولادي يتعرفوا على بلد امهم، وان شاء الله بنقول ان شاء الله يكون الايام احسن واحسن من هيك. رفعت الجلسه.